أبكار المفاريد. بسم الله وعلى بركة الله، انطلق الشوط السابع للمفاريد البكار والخامس السابع في المجموع والخامس للبكار المفاريد. أول المراكز وأول المندفعات، هنا غارة سعيد بن محمد بن طالب بن هلي للمري على أول المراكز. ثاني المراكز نرى هنا طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريص المري على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث التحديات هنا غارة جابر بن فرج بن عايض آل عذبة المري على ثالث المراكز. رابع المراكز هنا تصل شودة سالم بن حمد بن عبد الله آل لدهم المري. خامس المراكز ونختم لدائنا للمرة الأولى على التوالي بنت الباز عامر بن حسن الجفالي النعيمي على الخمس على خامس المراكز. خمسة نجوم فايف ستار، نعود إلى النجمة الكبيرة النجمة الصوتعة في صباح هذا اليوم، هنا طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريص المري على أول المراكز. طواري يا طواري نرى غارة بدأت تغير غارة على ثاني المراكز. جابر بن فرج بن عايض آل عذبة المري وابن هليل على ثالث المراكز على ظهر غارة. رابع المراكز نرى هنا المندفعات، المندفع الظبي مسعود بن فهيد بن راشد المري على خامس وعلى رابع المراكز. خامس المراكز اشعارك يا ابو شريده، ولكن نعود الى طواري، نعود الى اشعار القريصي، اشعار القريصي على اول المراكز متربع على عرش الصداره، ولكن نرى هنا الذي فرغت الصفوف الى زحف الزحوف وبدأت تتسلل إلى أول المراكز. هنا الظبي مسعود بن فهد المري، ولكن القريصي 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 صامد القريصي صامد، ولكن حصل تغيرات من قبل الظبي مسعود بن فهد. أو نعم عند طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي المري على المركز الأول. ثاني المراكز هنا الظبي مسعود بن فهد بن راشد المري الذي لم تقصر في هذا الشوط. ثالث المراكز غارة جابر بن فرج بن عايض العذبة المري. رابع المراكز غارة سعيد بن محمد بن طالب بن محمد بن هليل. خامس المراكز الصيدلية محمد بن صالح بن حمد أبو شريدة العذبة. الشوط الخامس أو الشوط السابع كان تحدي كبير، وكانت البطلة في هذا الشوط طواري حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي الذي انتزعت المركز الأول بكل جدارة وبكل استحقاق مع البريصي أو مع القريصي. نعم نرى غارة اندفعت لابن هليل، ولكن حسمت الموقف عند الأمتار الحساسة. هنا القريصي مع طواري غطعت المسافة في دقيقتين وثلاثة عشر ثانية وستة وستين جزءا من الثانية. ثانية المراكز هنا الظبي مسعود بن فهيد بن راشد المري دقيقتين وثلاثة عشر ثانية واثنين وسبعين جزءا من الثانية. ثالث المراكز هنا غارة جابر بن فرج بن عايض آل عذبة المري غطعت المسافة في دقيقتين واربعة عشر ثانية و18 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.